الموضوع ده محتاج وقفه. يا امهات ويا ابهات ويا اهالي، اسمعوني من فضلكم، على الاقل على الاقل يسروا الزواج من التقي. جالك التقي الصالح وافقي بيه. لقيت يا ابني الصالحه التقيه، ادعو الله سبحانه وتعالى. دلوقتي الشباب في حاله هسس وفي حاله من يعني يقول لك خلاص انا بقيت شاكك في كل حاجه، انا بقيت شاكي دلوقتي. انا عايزه اقول لكم ان في شباب يقول عارفين نفسهم نفسهم والله، يقولوا لي لا احنا مش عايزين عروسه من المنطقه الفلانيه، انسي انسي المنطقة دي، جمهورية دي لا مش عايزين المنطقة دي، احنا عايزين حاجة. لا 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 لا، ليه؟ من اللي شايفين، من اللي شايفين. يقولي طب بس عايزين، مفيش حاجة كده من اللي بيحفظوا معاك الناس. الله عز وجل يا ابن رب الاسباب يرزق، اللهم امين اللهم امين. لكن نيجي بالسواد اللي احنا فيه بالشكل ده كده خيانات، يعني انهي عمل هو ربك بيستر يستر يستر يستر، وبعدين ايه اللي يحصل؟ وبعدين ايه اللي يحصل؟ تبقى فضيحه، تبقى فضيحه. كم مره تنبهتي ان حصل كده وربنا سترك وانت ما عملتيش؟ كم مره علشان يحصل الامر بالشكل ده؟ كارثه كارثه، انا بقول لكم كارثه كارثه. فيفضح ستر مره واتنين وتقول لما يتهتك الستر يعرفوا انها مش من اول مره. ربك بيستر كتير، ربك بيستر كتير. انها شوفوا شوفوا البوست ده اتنشر على كام صفحه، وشوفوا كام شير له وكم من الدعوات. ربنا ينتقم منك يا ظالم. يا ايه يا شيخه اللي كان بينك وبره، ولا عملت ايه عشان تستحق دعوات الناس دي كلها عليكي؟ وعصت. طب ليه الواحد بيتكسب بقى؟ عصت الداري بقى. لا تفتري على الراجل وتسجنه وتعمله وكذا وكذا. وانا البريئه عشان عند الله تجتمع الخصوم. اوع اوعوا الحدود يا بنات. ما انتش مرتاحه مع زوجك، قولي له انا مش مرتاحه. وده يجيبنا للحل رقم 8. ايه اللي يخلي العلاقه بينه وبينها توصل لكده والفجوه توسع؟ عشان ضيق ذات اليد، ولا عشان زي الجروبات ما نصحها ما انتش راجل معاها وسايبها في الفراش مثلا فبتدور على راجل تاني؟ استغفر الله. ها يبقى الحل رقم 8 يا كل راجل وكل زوج وكل شاب، اسمعوا اللي انا بقول لكم عليه. ويا كل بنت مقبله او متجوزه، اسمع اللي بقول لك عليه، لان ده اهم حاجه. الخطوه رقم 8 دي اهم حاجه. ايه؟ لازم النص ساعة يوميا المعايشة، اسمع منها يوميا. مالك؟ في ايه؟ طب الاولاد؟ ما انا جاي مش قادر. معلش عشان خاطر يا ابني، انت دلوقتي بتصارع مش جوه بيتك بس، انت بتصارع جوه البيت وبره البيت والمجتمع والعالم كله. ما سمعتش فيديو من تسمع فيديو تحرر منين؟ بقول لكم واحدة قاعدة مع خطيبها تقول له افرض انا صاحبي ده انا بحبه وانت ما بتحبوش، حبك بورس حبك بورس يا شيخة انت وهو. ايه ده؟ تسمح النص ساعة يومية، مش طالبة منك الا نص ساعة، اسمع شوف يومها تفقدها. وانت يا بنتي الاصل في موضوع العلاقة مع زوجك ان الصحابية كانت تروح لزوجها، ده والله لها قلة كرامة ولا حاجة. ألك في حاجة؟ بعد صلاة العشاء، يصلي العشاء وتيجي ألك في حاجة؟ ها عايزني ولا سلام؟ يلا مع السلامة. عايزها خلاص. طب لا ما انا هتكسف. خلاص ما تتكسفيش، اعملي حاجات، انتوا كل واحد اضرب باموره ايه. بس الشرط الاولاني يسمع، اسمع منها مالها شكوتها ايه. والله الامر انتهى بصلح وخير وحاجات جميله بينكوا، تمام. ما انتهاش خير وبركه. المهم اول باول انت على درايه تامه مع زوجتك الوضع ايه، انت على درايه يوم بيوم واضح. مش بتراكم تراكم 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 وتلاقيها في الاخر على حاجة قد كده انفجرت. لا، المعايشة اليومية من ضمن الحاجات الاربعة، ارجعوا للحلقة دي موجودة على اليوتيوب، من ضمن الاربع ثوابت والاربع لوازم في قلب الزواج. المعايشة اليومية لك، مالك فيك ايه اللي حصل، واسمع منها ايه. ما بيقوش والله العظيم الحريم ما بيبقى محتاج حلول، هي محتاجة تسمع، خليها تسمع.
وتحس انك معاها وسامعها ومستوعبها. وفي الامر التاني لا، ما يعني ما تتسابش المرأة باحتياج جسدي، غلط. ما تتسابش المرأة باحتياج جسدي، انا بقول لكم اهو، المرأة احتياجها الجسدي الاول المشاعري الامان. الامان، انا حاسه في امان مع الراجل ده، انا حاسه ان انا في امان مع الراجل ده. والاحتواء، ان انا اسمعها. والاحتياج، التلاتة دول مثلث كده المرأة جواه، امان احتواء اشباع الاحتياج الجسدي. طبعا قلنا العاطفية دي الاحتواء ودي الامان، الجسدي مهم مهم، دي القاعدة بتاعت المثلث. التلات تضلع دول لا غنى عنها، هي جواها، واحد اتشال طلعت. الا الاصيلة بقى، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فارجوكم ارجوكم، التمن حلول اللي احنا قلنا عليها، والتمن خطوات لعلاج حاجه زي كده، واسود من كده انا مش عايز احكي عشان ما اكونش بنشر. في اسود من كده وممكن احكي. والله انا بقرا قراءات بوستات ناس محترمه، نحسبهم على خير والله، محترمين واهل قران واهل خير وبركه ومحترمين صراحه. وبعدين لقيتها بتقول لا انا عمري ما صدق، ويعني ام حاش عنها ولا، وحصل كذا، واخوها مش عارفه ايه، وعورت نفسها. كل ده اقسم بالله شايفينه بام اعيننا، واكتر من كده عاشر. بس انا حابه الناس دي، عارفين ليه؟ الناس دي يا جماعه لسه على الفطره، الناس دي لسه في مجتمع نظيف. خليكم جميلين عزاسيل بفطرتكم، الله يحفظكم ويستركم ويستر نساء الامه كلها. لكن بالوضع اللي احنا فيه ده صعب. قصة حقيقية مش حقيقية، ده احنا قلنا 8 خطوات من فضلكم نلتزم بيها.